طيب قبل ما اشوف شويه اخبار كده، انا بقول لكم المشكله عندنا في مصر ان انت بتقحم الاهلي في حاجه يعني ممكن ما يبقاش طرف فيها، مش ما بيلعبش في اليوم ده اساسا، مش موجود في المقابله دي اصلا ولا طرف فيها. يعني امبارح احنا هنا في ملعب الاهلي قلنا مبروك لجماهير النادي الزمالك وشكرناهم وقلنا لهم انتوا على راسنا من فوق بعد اللقطه الجميله اللي كانت في الدقيقه 74 في الاستاد والملعب، وجمهور الزمالك قام بحاجه رائعه جدا بشكرهم عليهم المره الثانيه والثالثه والرابعه، وهي دي الروح اللي ما بين الجماهير على فكره يعني. وبقول دايما اختلافنا مع المسؤولين لان المشكله بتيجي من المسؤول ما بتجيش من الجماهير. الجماهير يعني هي في الاخر جماهير فئات مختلفه، يعني مهندس، دكتور، انسان عادي، يعني ايا كانت مهنتك، ففي الاخر كل الطوائف وكل الفئات، فمفيش مشكله خالص ما بين الجمهور وبعضها او ما بين المسؤول والجمهور اساسا يعني، لان في الاخر انت مش هتعادي جمهور يعني. اوكي، لكن امبارح فوجئنا ان حد يقول لك ايه يعني، واحنا قلنا مبروك، احنا قلنا مبروك لجماهير نادي الزمالك، فواحد يقوم قايل لك ايه الاهلي، او ناس تقول لك ايه الاهلي ما لعبش الماتش ده عشان الاهلي مش واقف على رجليه. ايه علاقه الاهلي يعني فرقه اللي هو مش واقف على رجلي ده، الاهلي اللي هو مش واقف على رجليه، المرشح الاقوى للفوز بدوري ابطال افريقيا، المرشح الاقوى في الاربع فرق اللي وصلت اذا كانت ترجي او اول اغسطس او وفاق الصيف او الاهلي، المرشح الاقوى مش على المستوى المحلي بس احنا اللي بنقول كده، ده المستوى القاري، قاره افريقيا والكاف، كل الناس بتقول المرشح الاقوى في الفوز ببطوله 2018 هو الاهلي، مش واقف على رجليه وهو المرشح الاقوى. المرشح الاقوى مثلا ان هو لو لعب مؤجلاته يا يبقى متصدر الدوري ومش واقف على رجليه. هي المشكله مش ان انت واقف على رجليك، احنا مش واقفين على راسك سيادتك، احنا واقفين على رجلينا مش واقفين على الروس. احنا في 97 و2002 اتقال نفس الجمله، تعالوا نتفتكر كده. يعدي وليد وماشي ويلعبها لنفسه وياخد فاول، ياخد فاول من رضا سيكا، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. هيلعبها مجدي طلبة، يلعبها لسمير كمونة عشان يحط الهدف الرابع للنادي الأهلي، وادي هجمة مرتدة للنادي الأهلي، وادي هشام يلف كورة لوليد صلاح الدين، يعدي وليد وماشي ويلعبها لنفسه وياخد فاول، ياخد فاول من رضا سيكا، يعدي وليد وماشي ويلعبها لنفسه وياخد فاول، ياخد فاول من رضا سيكا، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. هيلعبها مجدي طلبة، يلعبها لسمير كمونة عشان يحط الهدف الرابع للنادي الأهلي، وادي هجمة مرتدة للنادي الأهلي، وادي هشام يلف كورة لوليد صلاح الدين بيحاول انه يركنها وركنها على شمال سيد السويركي، بيحرز الهدف الخامس للنادي الإسماعيلي في الدقيقة تقريبا 37. يحرز اهو وليد صلاح الدين بيلعب كورة مع هشام حنفي اللي النهارده اضاف كتير للنادي الاهلي. وليد يلم الكوره ويستغل خبرته ومكره ودهائه وينشن في الزاويه البعيده زي ما حضراتكم شايفين على شمال السويركي ليحرز ابو الدهب، رضا، هشام، وليد، رضا، وفي المساحه الفاضيه على طول هشام. اقدر اقول ان هو النهارده نجم المباراه النهارده هشام، قنبله عاوز اقول النهارده نجم، استنيته لما يشوط وفعلا ختم النهارده المباراه بقذيفه رائعه قويه جدا من تمريره ماكره من رضا عبد العال، قذيفه ما لا تصد ولا ترد. ليه ادي رضا، شوف التمريره في المساحه الفاضيه ازاي، وطبعا خط الظهر قلت انه بيلعبوا على خط واحد وسهل ضربه، وعلى طول قنبله زي ما حضراتكم شايفين ما يقدرش يعمل فيها حاجه ابدا سيد السويركي، ليتقدم النادي الاهلي بست اهداف للا شيء للنادي الاسماعيلي. مضى من زمن الشوط الاول 5 دقائق والاهلي متقدم بهدف لرضا شحاته في دقيقه 4 من بدايه اللقاء، والتشكيل هقوله لحضراتكم حالا دلوقتي. نادي الزمالك حراسه المرمى محمد عبد المنصف، خط الظهر ابراهيم حسن وبشير تابع ورضا سيكا وطارق السيد، وسط الملعب كامل عبد الحميد، محمد ابو العلا، محمد عبد الواحد، حازم امام، راسين حربه
جمال حمزه وحسام حسن. يعدي وليد وماشي خلاص بقى ماشي. اوكي احنا في 15 فبراير كان جمعنا لقاء مهم قوي مع النادي الاسماعيلي، وكان البطوله دي كانت صعبه على فكره، صعبه جدا. كان نادي الزمالك متقدم بعدد من كبير جدا من النقاط، والاهلي متاخر بعدد كبير جدا من النقاط، وكان الزمالك له بعض المؤجلات يعني، واتقال ساعتها برضو الاهلي مش واقف على رجله، وكسبنا في يوم 15 فبراير 6-0 النادي الاسماعيلي هناك. ويوم 16 مايو 2002 جمعنا لقاء مع نادي الزمالك برضو، وكان ساعتها يعني الكلام بيتقال ان اوتو فوستر كان المدير الفني لنادي الزمالك، كان لاعب بخطه هجوميه كبيره جدا وعايز يكسب فرق كمان يعني من التشكيله والطريقه. فالطريقه اللي لعب بيها كان دفاع نادي الزمالك كان مفتوح جدا، لدرجه ان رضا شحاته ببارك له طبعا، كابتن رضا شحاته كان احرز الهدف الاول في الدقيقه تقريبا 3 أو أقل من 3 بشويه يعني، بقى نائب مدير التعاقدات النادي الاهلي، فبارك له، شخصيه هايله جدا 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 رضا شحاته، شخصيه ممتازه جدا، فكل التوفيق ليه. فاللي اقصده ان ممكن يتقال كلام، بس للاسف الحاجات دي ما بتفرقش مع الانديه اللي عندها شخصيه وعندها تاريخ وعندها كاريزما في التعامل مع اللقاءات الكبيره. فتقال ده يوم 15 فبراير 97 في لقاء الاسماعيليه، ان الاهلي مش واقف على رجله وممكن يكسبه هنا في الاسماعيليه بشكل كبير جدا، لكن الاهلي كسب 6-0. وفي مباراه 16 مايو 2002 اتقال نفس الكلام ده مع الزمالك، والاهلي كسب 6-1. طيب